الموائع في تكوين ما تكون تحت ضغط، وعندما تحفر يمكن لهذا الضغط أن يتسرب إلى السطح إذا لم يكن تحت السيطرة والتحكم. في الوضع العادي يكون الضغط الناتج من طين الحفر أعلى من ضغط التكوين الأرضي، بمعنى أن وزن أو ضغط طين الحفر يمنع الموائع المحتواة في هذا التكوين من التسرب إلى السطح. ولكن لسبب أو لآخر قد ينقص وزن الطين عن المعدل المطلوب لمعادلة الضغط في الطبقة الأرضية. عندما تحدث هذه الحالة تدخل الموائع من التكوين الأرضي إلى تجويف البئر، وعندما تدخل موائع الطبقة الأرضية إلى تجويف البئر يحدث ما يسمى بالرفسة. جماع صمامات مانع الانفجار يستعمل لمنع موائع التكوينات السفلى من الوصول إلى السطح، هذه تسمى اختصارا BOPs. بإغلاق صمام في هذا الجهاز يستطيع طاقم برج الحفر إغلاق البئر. إغلاق البئر يمنع مزيدا من موائع التكوينات السفلى من الدخول إلى البئر. بإحكام إغلاق البئر يكون البئر تحت السيطرة. يستخدم طاقم برج الحفر نظام مانع الانفجار السطحي في أبراج الحفر البرية أو الأرضية. وفي أبراج الحفر المرفوعة وفي أبراج الحفر الغاطسة أو الإنغمارية وفي أبراج الحفر ذات المنصة الثابتة. ويستخدمون نظام مانع الانفجار الذي تحت سطح البحر في أبراج الحفر البحرية العائمة مثل أبراج الحفر شبه الغاطسة وسفن الحفر. الانفجار خطير جدا، الموائع الموجودة في طبقات الأرض كالغاز والنفط تهب للسطح وتحترق. الانفجارات يمكن أن تؤذي أو تقتل الإنسان وتحطم برج الحفر وتضر البيئة. ولهذا فإن طاقم برج الحفر يتدربون ويبذلون قصارى جهدهم لمنع حدوث انفجارات، عادة يكللون بالنجاح، ولهذا فالانفجارات نادرة الحدوث. ولكن عندما تحدث تكون كارثة كبيرة تتناقلها الصحف ووكالات الأنباء. الرفسة هي عبارة عن دخول موائع من تكوينات الأرض إلى تجويف البئر خلال الحفر. تحدث الرفسة عندما يكون الضغط الناتج من طين الحفر أقل من ضغط التكوين الأرضي الذي يخترقه خط أنابيب الحفر. الطين الذي يدور للأسفل من خلال خط أنابيب الحفر وللأعلى خلال تجويف البئر هو خط الدفاع الأول للحيلولة دون حدوث الرفسات. طين الحفر يسبب زيادة في الضغط بدورانه، وضغط الطين هذا يقف حائلا دون دخول موائع التكوينات الأرضية إلى تجويف البئر. من الشائع على أبراج الحفر أن طين الحفر يحمي البئر من الرفس A2E، وعلى الرغم من هذا فقد يحدث بدون قصد بأن يسمح طاقم برج الحفر لمستوى الطين في البئر أن يهبط أو لوزنه أن يقل، وهذا قد يحدث لعدة أسباب. على سبيل المثال قد يفشل طاقم برج الحفر في الحفاظ على البئر مملوءا بالطين خلال عملية سحب الماسورة منه، أو أن عملية السحب تكون أسرع من اللازم، وهذا بدوره قد يتسبب في خفض الضغط أسفل البئر. عندما يهبط مستوى الطين أو يقل وزنه يقل الضغط المسلط على التكوين الأرضي، وإذا حدث أحدهما فإنه يتسبب في دخول موائع التكوين الأرضي إلى البئر، وإذا حدث هذا الأخير فإن البئر يواجه الرفسة. بمعنى آخر عندما يزيد ضغط التكوينات الأرضية على الضغط الناتج من عمود الطين في البئر يمكن للبئر أن يرفس.